الأحمر اليوم عندنا هني في القيعان يا وجاهم الله خير ووزعوا على أهلنا من الأغاثة وجاهم الله خير. اللي شفناها كرمة كبيرة والعرب يستكرمون وأهل الخير إن شاء الله الله يزيدهم. فوق ذلك اللي قد أعطوه إن شاء الله الله يزيدهم في طريقهم. إن شاء الله يانا أهل الأحمر هنا في وعشة وضبعات والقيعان وما قصروا بيض الله وياهم إن شاء الله يا أبو الرواش ويا أبو الخيرات وما قصروا يجزاهم الله خير. إشكال أهل الأحمر على ما قدمه جزاه الله خير، ناس مستحقين هني وجزاه الله خير ما قصر. وهالأمارات تبع الهلال الأحمر جزاه ألف خير، وناس طالبين فيهم ناس مستحقين وفيهم ناس مرة محتاجين هذه بيض الله وياهم، شرفانا وقدرانا وأعطانا ونقذانا نقذة كبيرة. بيض الله وياهم هل الهلال الأحمر وهالأمارات وجزاهم الله خير. قمنا بتوزيع سلة غذائية على منطقتي ضبعات ووعشة مديرية ثمود مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. طبعا يأتي هذا التوزيع ضمن اهتمامات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التخفيف من المعاناة المواطنين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر فيها البلاد وخاصة في هذه المناطق الصحراوية والشريط الصحراوي لمحافظة حضرموت. نشكر الأحمر الإماراتي على دعم المواطنين لغاثات، ونحن اليوم وصلنا من قفة الكثير وسلمنا إغاثة باسم قفة الكثير لأهالي المنطقة اللي في الصحراء، ولهم يزيل الشكر على اهتمام بالمواطنين، جزاهم الله ألف خير.